السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس الناس الزوينين، خوتي خواتاتي، تحياتي لكم. اليوم الوالده الله يخليها ليا، خلي لكم مواتكم الى وكانوا عند الله، الله يرحمهم. صيبت لي واحد بطبوطه ديال الساعه، شنو غادي نقول لكم؟ مع عسيله حره، يا سلام. دابا واحد الجو مشمس، شنو غادي نقول لكم؟ مسمس مسمس، وبغيت المسمن، جيبوا لي المشمن. تحياتي لكم. الفيديو ما طولش، المهم المحتوى الحصري دائما بانوا في الكاميرا، نشارك معكم هذا الفيديو قصير وصغير، اتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، واحد اللايك، واللي ما مشاركش راني كنشوفو وكيدخل عندي، ولكن خصو يشارك. يلا اشترك، راني كنشوفك. بارطاجي وبصحة وراحة، ومرحبا بكم، واسمحوا لي الا شهيتكم، الا شي واحد كيتشهى هذا البطبوط مع هذا العسل البلدية. العسل الحرة، كيفاش العسل البلدية هاريتي؟ واش شي زقي؟ الحمد لله. المهم تحياتي لكم، وعواشر مبروكة من دابا حتى لدروكا، مع نعمتي مع واحد كويس اتاي مع هاد العسيله، شنو غادي نقول لكم؟ ونخرج الجرده للطبيعه، يا سلام 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 سلم. بصراحه ما كاين ما احسن من الانسان يقول الحمد لله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله يرزقكم، والله يعطيكم ما تمنى قلبكم، والله يفرحكم، خليكم ديما الفوق الفوق زازلوز. تحياتي لكل اخوة اخوات داخل المغرب وخارج المغرب، وهذا ما كان اخواني اخواتي. نتمنى ان نكون عند حسن الظن ديالكم. بصراحة راه ما قديتش مع سخون ومع العسيلة، راه كنصور وكنلقم وكندفع. هذه هي الثانية، هي كطيب، وانا دابا كنهضر معكم وميم طور راني كناكل بصراحة. اللايك اللايك اللايك، وزمن كنقول لكم واش انايا ما بقيتش عارف ما نقول الصراحه. المهم تحياتي لكم. كيف ما قلت لكم، اسمحوا لي الا شربت بليصر. غروب الشمس دابا، الجو زوين. تحياتي لكم، ان شاء الله تكونوا بخير. صراحه احنا في الحديقه، يلا بارطاجيو الفيديو، ديروا لايك، سو اراكم في فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي. طبيعه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كنبغيكم كلكم. المهم معكم